محمد صريحا مهتم بالشأن السياسي الإسباني والعلاقات المغربية الإسبانية. بعد هزيمة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحلفائه في قوى اليسار في الانتخابات الجهوية والجماعية ل 28 مايو الماضي، ظن الجميع أن المعركة القادمة في الانتخابات التشريعية حسمت لصالح اليمين واليمين المتطرف، لكن بعد إعلان سانشيز لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها أربك الجميع. نتائج البارحة اليوم الأحد كانت نتائج مفاجئة للجميع، باعتبار أن كل استطلاعات الرأي كانت تعطي فوزا محققا لليمين واليمين المتطرف، لكن بعد فرز 100% من الأصوات تفاجأ الجميع بهزيمة اليمين واليمين المتطرف، إذ لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة. صحيح أن فيخو زعيم الحزب الشعبي تصدر الانتخابات، لكنه لم يستطيع تكوين أغلبية مطلقة مع اليمين المتطرف. لذا فإن سانشيز هو الأوفر حظا الآن لفوز برئاسة الحكومة، على اعتبار أنه يعرف إدارة التحالفات مع الفرقاء داخل اليسار والأحزاب الجهوية. فوز سانشيز بهذه المعركة وصموده هو له أكثر حظا، وهو أحد أصدقاء المغرب وصانع الموقف وصانع التحول في موقف الإسباني التاريخي حول الوحدة الترابية. تجديد الثقة في سانشيز مستقبلا هو تدعيم للعلاقات المغربية الإسبانية والمزيد من تطويرها.